هاي بحلقة اليوم من أوتوموبيل رح نتعرف على سيارة جديدة منها فولفو S60. كريم أنت رح تختبرها وتفصلنا عنها أكثر. مظبوط لينو، بهالحلقة أكيد رح نتعرف على دراجة نارية جديدة من عند دوكاتي، هي 1199 سوبر ليجيرا. اختصاصي مبين الضحكة مبين هلا. وأكيد سيارة جديدة من عند سمارت، هي 42 وبورش مكان أدخل عليه تعديلات خارجية وأحد أيضا على محركاته. وأكيد ما بننسى تعرفي هلا التيونينج هو ضج الدنيا. مظبوط. وأكيد شركة هينسي الأمريكانية تعدلت كورفات، طلعتها من 420 حصان وصولنا ل 700 حصان. حلقة رح تكون كتير مميزة، تابعونا. فولفو S60 هي سيارة أوروبية متوسطة وأكيد بتجهيزات عالية وأيضا حديثة جدا وأكيد بمواصفات فخامة. وأكيد ما بدنا ننسى فولفو، بس نحكي فولفو أكيد عامل السلامة، لأنه فولفو من يوم يوم ما بتركز على سلامة السائقين اللي بسوقوا هالسيارة، خاصة على الطرقات العامة، لأنه هالسيارة مجهزة بتقنيات عالية جدا لتحمينا من حيلا شيء معقول يأثر على سلامتنا. فولفو S60 هي مزودة محرك من 6 أسطوانات سعة 3 لتر توربو بيولد 330 حصان على 5600 دورة بالدقيقة. خاصة عم نحكي مع البولستار، أكيد هالبولستار هو الريماب لهالإنجن. أكيد ما ننسى أكيد البادج الزرقاء موجودة على غطاء الصندوق. والشيء الأهم هو عزم الدوران، أي هو 460 نيوتن متر عم بيعطيه على 2100 برمي، وصولنا ل 4200 برمي. يعني اليوم إذا أنت عم تمشي على الطرقات خاصة الجبلية أو حتى طرق المدن، عندك التورك دائما موجود، يعني ما ضروري تدعس زيادة على دواسة الوقود. دائما إذا بس تلاقي إجرك فيك تعمل أوفرتيك على السيارة إذا عم تطلع عن سيارة أكيد أنت وماشي. بالنسبة للتأدية، محرك T5 تنطلق معه S60 من 0 ل 100 ب 6.4 ثواني وبتوصل سرعة قصوى ل 230 كم بالساعة. أما محرك T6 تنطلق من 0 ل 100 ب 5.4 ثواني وبتوصل سرعة قصوى ل 250 كم بالساعة. خلينا نحكي هلا عن الداخل. مثل ما شايفين نحن عم نسوق هلا الارت ديزاين باكج، الكراسي هن باكيت سيتس وايضا الستيرنج رياضي. واكيد ما ننسى انه هاي الفيس ليفتد خاصه موديل 2014 ما تجي مع بدل شيفت. الطراز اللي قبل S60 اللي مش فيس ليفتد ما كان يوصل عليها البدل شيفت، وهذا الشيء كتير منيح، خاصه هالبدل شيفت كمان بلش على XC60 من عند فولفو، هالكروس اوفر اكيد الشهيره. واكيد ما ننسى الداشبورد اللي تغير صار ديجيتال، واكيد الكونسول بعده نفس الشيء، اكيد التاتشز تبعوا الفولفو مع سكرين، واكيد سهل كتير لتتحكم بكل الازرار واكيد كل وسائل الراحه والفخامه. خارج السيارة أكيد مع الار ديزاين باكج أكيد عطيها شخصية رياضية، وأكيد مزودة بجنوطة من 18 إنش، وأكيد التاتشز الرياضية موجودين وين ما كان فينا نشوفهم، خاصة بالفرونت جريل وأيضا على الريل ديفيوزر. وأكيد جنوطة ديزاين رياضي جدا ليناسب شكل السيارة.
بعد ما اختبرنا فولفو S60 خلينا نتعرف على أهم منافساتها. التصميم الخارجي لمرسيدس بنز الفئة سي الجديدة هو جديد بالكامل، حيث ما تم استعمال أي من سمات تصميم الجيل السابق منها، وبيمتاز التصميم الجديد بخطوطه الأنيقة والرياضية بالوقت نفسه، وهو أمر لطالما ميز سيارات الصانع الألماني. لكن بشكل عام لقينا التصميم الخارجي للفئة سي الجديدة شبيه إلى حد بعيد بتصميم أختها الكبرى الفئة أس من جميع الزوايا، كما كانت الحال مع معظم أجيال الفئة سي. لكن الجيل الجديد بإمكاننا وصفه كنسخة طبق الأصل عن الفئة أس، لكن بالطبع مع أبعاد مختلفة. ميكانيكيا تتوفر حاليا مرسيدس بنز الفئة سي الجديدة مع 4 خيارات من المحركات العاملة على البنزين. المحرك الأول متوفر على نسخة C180 مؤلف من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر مع توربو قادر على توليد قوة 156 حصان. المحرك التالي المتوفر على نسخة C200 مؤلف من 4 أسطوانات سعة 2 لترات مع توربو قادر على توليد قوة 184 حصان. المحرك الثالث المتوفر على نسخة C250 هو نفس محرك C200 لكن تم رفع قوته ل 211 حصان. أما محرك القمة الحالي المتوفر على نسخة C400 مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مع توربو قادر على توليد قوة 333 حصان. تنتقل قوة هالمحركات اختياريا للعجلات الأربعة أو الخلفية الدافعة عبر علبة تروس أوتوماتيكية مؤلفة من 7 نسب. BMW الفئة 3 تعد المرجعية بفئتها، وبتميز الجيل الحالي منها اللي كان قد قدم بالعام 2012 مع تصميم شبيه بتصميم اخواتها الفئة 5, 6 و 7، خصوصا لناحية التصميم المقدمة اللي بالإمكان القول بأنه التغير الأبرز على الفئة 3. من الناحية الميكانيكية بتتوفر الفئة 3 مع مجموعة متنوعة من المحركات، بيبقى أبرزها طرازي 328i و335i. المحرك المتوفر على طراز 328i جديد مؤلف من 4 أسطوانات سعة 2 لترات مع شاحن للهواء توربو قادر على توليد قوة 240 حصان، كان قد قدم لأول مرة على طراز Z4. مع هالمحرك بتقدر الفئة 3 الانطلاق من 0 ل 100 كم بالساعة بخلال 5.7 ثواني وبلوغ سرعة قصوى محددة إلكترونيا ب 250 كم بالساعة. أما المحرك الثاني والمتوفر على طراز 335i ما دخل عليه أي تعديل، وهو مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مع شاحن مزدوج للهواء توين توربو قادر على توليد قوة 306 حصنة. وبتنتقل قوة هالمحرك للعجلات الخلفية الدافعة من خلال خيارين من علبة تروس، أوتوماتيكية مؤلفة من 8 نسب أو يدوية من 6 نسب. وما بدنا ننسى طبعا نسخة M3 المزودة بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مع شاحنات توربو قادر على توليد قوة 425 حصان. أودي A4 هي واحدة من أبرز السيارات الألمانية بفئتها، وهي بتتميز بتصميمها الأنيق وتجهيزاتها الإلكترونية والميكانيكية الواسعة. وبتتوفر أودي A4 مع مجموعة متنوعة من المحركات، المحرك الأول مؤلف من 4 أسطوانات سعة 1.8 لتر مع توربو بقوة 170 حصان. المحرك الثاني مؤلف من 4 أسطوانات أيضا لكن سعة 2 لتر مع توربو قادر على توليد قوة 211 حصان. المحرك الثالث مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات قادر على توليد قوة 272 حصان. نوصل هلأ لمجموعة محركات S وR S الرياضية. لقينا هون محركين، المحرك الأول متوفر على طراز S4 مؤلف من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مع ضغط حجمي أو سوبر تشارجر قادر على توليد قوة 333 حصان مع عزم دوران بيوصل ل 440 نيوتن متر. أما محرك القمة المتوفر على طراز RS4 مؤلف من 8 أسطوانات سعة 4.2 لتر قادر على توليد قوة 450 حصان عند 8250 دورة بالدقيقة مع عزم دوران بيوصل ل 430 نيوتن متر، متوفرة ما بين 4000 و6000 دورة بالدقيقة. وبتت توفر معظم طرازات A4 بالاندفاع بالعجلات الأمامية أو الأربعة عبر نظام كواترو الشهير. سمارت هي شركة سيارات بتملكها بالكامل مرسيدس بنز اللي أطلقتها لأول مرة عام 1998، واليوم تقدم منها جيل جديد بالكامل مع طراز 4.2 إن كان من ناحية التصميم أو المحركات. صارت متوفرة بخيارين من المحركات، أول محرك 3 أسطوانات سعة 1000 cc بقوة 71 حصان، وتاني محرك 3 أسطوانات 900 cc مع توربو بقوة 90 حصان. منشوفها سوا. Thank you.
سمارت شركة السيارات الألمانية المنتمية تحت لواء شركة دايملر العملاقة أطلقت مؤخرا سيارتين جديد، هن الجيل الجديد بالكامل من كلمة 42 و 44 اللي تم العمل على تطويرهم بالتعاون مع شركة رينو الفرنسية شركة دايملر، معتمدة على العديد من الأجزاء من سيارات رينو توينغو الجديد. شركة سمارت نالت شهرتها الواسعة مع طراز 42 اللي يعتبر واحدة من أفضل السيارات المخصصة للسير داخل المدن بفضل حجمها المدمج جدا، والجيل الجديد من 42 حافظ على نفس المفهوم حيث بلغ طولها الإجمالي 269 سنتيمتر وعرضها 166 سنتيمتر وارتفاعها 155 سنتي، بينما بتجلس على قاعدة عجلات بيبلغ طولها 187.3 سنتي، الأمر اللي انعكس إيجابا بالطبع على رحابة مقصورة الركاب القادرة على استيعاب ركبين، بالإضافة لتحسين الشعور بالقيادة بكافة الظروف. أما بخصوص طراز 44 ذات الأربع أبواب اللي بيعود لخط الإنتاج بعد عدة سنوات بيبلغ طولها الإجمالي 349 سنتي عرضها 166 وارتفاعها 155، بينما بتجلس على قاعدة عجلات بيبلغ طولها 249.4 سنتي اللي بأمن مقصورة ركاب مريحة خاصة للركاب الجالسين بالخلف. الانتقال لداخل مقصورة سيارتي سمارت الجديدة تم العمل على تطويرها وتزويدها بالعديد من وسائل الترفيه الحديث، بيبقى أهمها بالطبع شاشة عرض للبيانات من الحجم الكبير، تتوسط الكونسول الوسطي بالسيارتين قياس 3.5 إنش، وبإمكانكم الملاحظة على الفور لغة التصميم الجديد لسيارات سمارت المستوحاة من سيارات بنت عمة مرسيدس بنز، لكن مع طابع أكثر حيوية رح يلاقي برأينا أقبال كبير من قبل جيل الشباب الساعي لاقتناء سيارة جديدة صغيرة لكن بشخصية مميزة. الناحية الميكانيكية تتوفر كل من سمارت 42 و 44 مع خيارين من المحركات المؤلفة من ثلاث أسطوانات، المحرك الأول هو بسعة 1000 سي سي قادر على توليد قوة 71 حصان مع عزم دوران بيبلغ 91 نيوتن متر متوفرة عند 2850 دورة بالدقيقة، المحرك الثاني بسعة 900 سي سي مع توربو قادر على توليد قوة 90 حصان مع عزم دوران بيبلغ 135 نيوتن متر متوفرة عند 2500 دورة بالدقيقة. قوة هالمحركين للعجلات الخلفية الدافعة عبر خيارين من علبة تروس، هي يدوية من 5 نسب وأوتوماتيكية مع قابض مزدوج أي دبل كلتش مؤلفة من 6 نسب أمامية. من دون أي شك كيان هي واحدة من أهم السيارات للصانع الألماني بورش، يلي ساعدت الشركة تبيع أكثر من 579 ألف سيارة منذ عام 2002، واليوم بورش الجديدة صارت متطورة أكثر وأدخل عليها تعديلات على تصميمها الخارجي والمحركات يلي بتتراوح قوتها من 416 حصان مع طراز كيان S هايبريد، 420 حصان مع كيان S يلي متوفرة بمحرك من 6 أسطوانات 3.6 لتر توين توربو، وصولا لل 520 حصان مع كيان توربو. منشوفها سوا. لا شك بأنه كيان هو الدافع الرئيسي خلف نمو أرباح شركة بورش الألمانية وزيادة نسبة مبيعاتها العالمية، واليوم عنا جيل جديد من كيان تم إدخال عليه تعديلات خارجية وداخلية وميكانيكية. من ناحية التصميم حظيت كيان على مصباحين أماميين بتقنية الزنون المزدوج بايك زنون وأربع نقاط إضاءة ديود مخصصة للقيادة نهارا، أما بالنسبة للمصباحين الخلفيين فبيحظوا بتصميم مميز بيطفي عليهم تأثير ثلاثي الأبعاد مع إضاءة مكابح من أربع مقومات، أما بالنسبة إلى لوحة التسجيل ومقبض صندوق الأمتعة والإضاءة الخلفية
الخلفية صارت مندمجة بغطى صندوق الأمتعة بأناقة أكبر، وبتمتد التعديلات الخارجية لتشمل نواحي تانية. نذكر منها أنابيب العادم اللي اكتسبت تصميم جديد باتت بموجبه مندمجة بقسم السيارة السفلي والخلفي، بينما حصل غطاء صندوق الأمتعة على آلية تشغيل أوتوماتيكية كتجهيز قياسي. بالانتقال لمقصورة الركاب، فهي بتمتاز بتصميم وترتيب بيتمحوره حول السائق لحد كبير، كما بتتضمن مقود رياضي جديد متعدد الوظائف مع مقبضي تعشيق كتجهيز قياسي، وبيت صف المقاعد الخلفي أكثر راحة من السابق، بالأخص لتوفره بنظام تهوية اختياري للمقاعد للمرة الأولى. رح تتوفر كيان الجديدة بثلاث نسخات، هي كيان S مع محرك من 6 اسطوانات سعة 3.6 لتر مع شاحن تيربو بقوة 420 حصان، كيان تيربو مع محرك من 8 اسطوانات 4.8 مع شاحنات تيربو بقوة 520 حصان، وكيان E هايبريد للمرة الأولى وهو مزود بنظام دفع هجين قادر على توليد قوة 333 حصان. عالم تعديل السيارات هو عالم كبير ومتنوع، واليوم شركات السيارات الخاصة بالتعديل عم تعدل سيارات من جميع الجنسيات، مثل المعدل الأمريكاني هينيسي يلي عدل مؤخرا سيارة C7 ستينغري كورفيت يلي هي ثالث قوتها من 420 حصان ل 700 حصان، أكيد أضاف لها سوبر تشارج وأكيد تعديلات على الفريمات والسسبنشن. خلينا نشوف هالسيارة كيف تعدلت مع هينيسي. Hi, this is John Hennessy, and I'm here today with our 2014 C7 Corvette. It's got our HP 700 supercharge upgrade. In this particular car, the client had us put on our carbon aero, carbon fiber front splitter, which adds downforce to the nose, as well as our carbon aero side carbon fiber pieces. This particular vehicle has also got stripes on it. Another cool notable item is that we have our HP H10 lightweight wheels. So these wheels in the front are about 3.5 to 4 pounds lighter per corner. In the rear, they're about 5 pounds lighter per corner. So you're saving about 17 pounds of overall unsprung weight off the vehicle, which does make a difference performance-wise. HP 700 package has basically got our TVS 2300 supercharger system running about 7 pounds of boost. That combined with our high-flow cylinder heads and camshaft upgrade, I think this car puts down around 610 to the rear wheels, which is a little over 700 horsepower at the motor. So we're going to take the car out and drive it here in a little bit and get an impression. Oh yeah. Our HP 700 2014 C7 Corvette, and I tell you what, this is about the closest thing I can think of to our last generation ZR1 Corvettes that has 700 to 750 horsepower. This thing is just ridiculous. Whoa, here's my bottle of water. Get a little bit of rain on the windscreen. This thing is just a kick in the ass to drive. Angry. Hear me roar! الإيطالية هي واحدة من أشهر الدراجات النارية بالعالم، ولكن قمة دراجات دوكاتي يلي تقدمت هالسنة هي الـ 1199 سوبر ليجيرا يلي بتتميز بخفة وزنها 159 كيلو بقوة 200 حصان يلي خلتها تكون أفضل دراجة نارية بالعالم. منشوفها سوا.
دوكاتي هي صانع الدراجات الإيطالي الشهير، لطالما عودنا على إطلاقه لدراجات ذات تصميم جميل جدا ممزوج بتكنولوجيا حديثة مستوحاة من عالم السباقات. جديد دوكاتي هو عبارة عن نسخة خاصة من دراجته الرياضية 1199 اللي أضيف لتسميتها كلمة سوبر ليجيرا بالإيطالية اللي بتعني خفيفة الوزن، حيث بيبلغ وزن هالدراجة 145 كيلو بس. ميكانيكيا زود الدوكاتي 1199 سوبر ليجيرا بمحرك نوع في توين سعة 1200 سي سي مع تقنية حقن المباشر للوقود قادر على توليد قوة 200 حصان عند 11500 دورة بالدقيقة مع عزم دوران بيبلغ 134 نيوتن متر متوفرة عند 10200 دورة بالدقيقة. وتم وصل هالمحرك لعلبة تروس يدوية بالطبع مؤلفة من 6 نسب. هاي الدراجة فعلا مميزة على كافة الصعد ومن ضمنها سعر الخيالي اللي بيزيد عن 120 ألف دولار أمريكي. مشاهدينا هيك بنكون خلصت حلقتنا لليوم، موعدنا بيجدد الأسبوع الجاي بنفس الوقت. باي باي.